وطبعا كل ده مهم جدا ان احنا برضو بنشتغل على اللي هو التعاون اللي هو الاقليمي، عشان احنا نقدر ان احنا نعظم موقع مصر كموقع اقليمي لتداول الطاقة، ويكون موقع اللي جاذب للاستثمار. وبرضو هوضح ازاي احنا برضو بنشتغل في هذا المحور. ودي دلوقتي دورة اللي هم 6 محاور رئيسية اللي احنا مركزين عليهم في الوقت اللي هو الحالي. في نفس الوقت انا برضو يهمني جدا ان انا يعني ادي كده نظرة عامة بالوضع اللي احنا بنواجهه كقطاع، لان طبعا في تحديات كما ذكرها دولة الرئيس الحقيقة. والتحديات دي انا احب بس ان احنا نلقي الضوء على ايه الاضطرابات المختلفة بتاعتها. الحقيقة الموضوع كله يبتدي بزيادة اللي هي مستحقات لشركائنا في الانتاج والاستكشاف، وشركاء دول سواء من شركاء الاجانب او شركاء اللي هو المصريين. فزيادة اللي هو المستحقات اللي حصلت خلال 30 شهر اللي فاتوا دولت كانوا سبب نقطتين رئيسيتين، جزء اللي هو سعر الطاقة العالمي، والجزء الثاني له علاقة بسعر الصرف. وده كان له تأثير على الانتاج. الانتاج خلال اللي هو سنتين اللي فاتوا 30 شهر اللي فاتوا قل بنسبة بتتراوح بين 20 ل 25%، وخاصة في انتاج اللي هو الغاز. وده حصل بتزامن بزيادة الاحتياج وزيادة الاستهلاك في الطاقة مع كل اللي هو النمو اللي بيحصل والحاجات الإيجابية اللي بتحصل في البلد. فكل ده برضو أدى إلى زيادة في الاحتياج على الاستيراد وعلى تلبية احتياجات التنمية في مصر. لو أخذنا كل العوامل دي خلقت حالة من فجوة بين اللي هو سعر المنتج والتكلفة اللي هو الحقيقية له. وعشان كده لما نيجي نبص على ال4 عوامل دولت كان ليهم تأثير متعاقب على بعض. وعشان كده عشان نعرف ان احنا نشتغل كفريق عمل واحد، ان احنا نحل الموضوع ده ونقدر نطلع من دايرة التحدي ده، اشتغلنا على 4 ركائز أساسية. وهم أولهم ان احنا ازاي ان احنا نشتغل مع شركائنا في القطاع بالالتزام على دفع اللي هو الفاتورة الشهرية لشركائنا، وفي نفس الوقت وضع آليات لتقليل المستحقات للشركاء. الجزء الثاني اللي هو الجزء الرئيسي، ازاي ان احنا نرجع عجلة الانتاج، بل ان احنا نزود عجلة الانتاج الى اقصى درجة ممكنة في الوضع الحالي. وده الحقيقة كان من خلال ان احنا نعمل حقبة تحفيزية لزيادة الانتاج، عشان يكون التركيز الرئيسي كلنا كقطاع وكلنا كشركاء ازاي ان احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي، فنقلل اللي هو الفاتورة الاستيرادية، ونقدر ان احنا نلبي اللي هي طلبات للمواطن المصري. وفي نفس الوقت كان ضروري جدا ان احنا نشتغل على محور اللي هو التعاون على مزيج الطاقة. ودي الحقيقة برضو شيء مهم جدا ان احنا نشتغل على مزيج الطاقة، وده الحقيقة بالتعاون مع يعني الحقيقة زميلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في ازاي ان احنا نقدر نخلق زيادة في الطاقة المتجددة في المرحلة القادمة، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نقدر نقلل اللي هو استهلاك اللي هو الطاقة الأحفورية في اللي هو منظومة الانتاج. وكل ده عشان ان احنا نشتغل مع بعض كفريق واحد ان احنا نقلل تكلفة الانتاج البرميل او الانتاج بالنسبة للمتر مكعب من الغاز.